هذه الأموال اللي صرفت. أنت تعرف من 2005 إلى 2000، من 2009 إلى 2017 أكثر من 320 مليار صرف. الأولمبية ما اشترت للعراق شبكة مال هدف، صرفت على علاقاتهم الخاصة وعلى ملذاتهم الخاصة، وبالنتيجة ما جابوا لنا وسام تنك. انصدمت من اللي سمعته لو ما عندك تعليق؟ يعني الرجل هذا رأيه، يعني من يقول المبلغ هالقد، يعني شوف انت لما تريد تصنع رياضة تصنعها بمنطق، بحكمة، بوعي، بنضوج فقط. هذا الجواب. بس ما صنعنا رياضة احنا لحد الآن. مش داقول ما تصنعها بهاي اللغة. بس فسرت انه يعني حرصة على الوضع على ما دا احكي على واضح واضح بشكل عام. بس هو المبلغ اللي ذكره صحيح 320؟ والله ما اعرف. يعني هذه ما اعرف انه ليش دا اقول لك هو ذكر مبلغ، انا ما اعرف هذا المبلغ. والمبلغ هو الاولمبي، المبلغ الاتحادات الوطنيه. زين شاشه كوره.